السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفة وتدبيرة دي زد. اليوم ان شاء الله راح نديرو سلطة باذنجان، تجي سهلة بزاف خفيفة، هذا واش يليق في هذا الصيف مع هذا السخانة. نبداو على بركة الله. بسم الله، عندنا المقادير. انا ديت هنا 3 حبات دنجال، درت معها 2 فلفل حلو وثوم ورقة عرند وليزيبيس، عندنا فلفل كحل، فلفل احمر حلو، ودينا الكروية وزيت بيان سيغ باش نقلو به. نحكمو الباذنجان، نحيو منو هذاك الورق اللي تجي بزيادة كما راكم تشوفو، نحكموهم كاع، نحي لهم هذوك الوراقي. من جهة واحدة اخرى نبداو نحكمو كل حبة باذنجان، نديرو فيها رشقوها بالثوم افصوص كي من هكا راني نفصص فيه، ومن بعد نبداو نرشقو في هذوك حبات الباذنجان بالثوم. بهذه الطريقه كيما نديرو في الدجاج، نرشقو به بالثوم باه ما يجيناش صامط. في هذه الحاله هنايا الدنجال كي نديرو فيه هكا الثوم يجي منكه بنكهه الثوم، وميم طون هذاك الثوم راح يطيب من الداخل، كي يطيب يبدا يعطي له نكهه واحده اخرى. نواصل بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل حبات الباذنجان اللي عندنا. نجيب ان بلا اللي يدخل للفور، نديرو فيه شويه زيت وندهنوه ونحكمو كل حبه باذنجان، ندهنوها بهذاك الزيت ونزيدو نحكمو كل حبه وكل حبه فلفل، نديرو لهم بنفس الطريقه وندخلوهم للفور يتشواو حتى نكملو كامل هذيك الفلفله مع ذاك الباذنجان، ونديروهم في الفور يتشواو. عندي هنا رابيت 2 حبات طوماطيش، ربيتهم، وعدي سنينة ثوم، وعدي ورقة عرند. نجيبو مقلة نديرو فيها ثوم زيت ورقة عرند ونبداو نقليو فيهم، ومن بعد نزيدو عليها هذيك 2 حبات طوماطيش اللي كنا ديجا رابيناهم، نديروهم كيما راكم تشوفو ونخليوهم يتقلاو. نغطي على المقلة ونخليوها على نار هادية طيب غير في عقلها. بعد ما تقلت لنا هذيك الطوماطيش نزيدو عليها غير شويه ماء، نخلطوها كما راكم تشوفوا ونغطيو عليها ونخلوها تكمل طياب. نقصوا للنار ونخلوها طيب غير في عقلها. بعد ما تشوى لنا هذاك الدنجال مع هذاك الفلفل نجبدهم من الفور. حتى هنايا ان فيلم ترونسبارون درنا فيه هذيك الفلفله مع هذاك الدنجال، وراح نغطيهم باش ومن بعد نبداو نقيو فيهم بكل سهوله. بعد ما نقينا هذاك الدنجال مع الفلفل نحكمو نقطعوهم مرقاق كما راكم تشوفوا، وهنا الدنجال مع الفلفل يكونوا ديجا راهم طايبين ما خصهمش بزاف، ومن بعد كي نحطوهم على هذيك لاصوص ما حش يدو وقت كبير. نكملوا نقطعوا هذاك الفلفل ثاني بنفس الشكل كما درنا في الدنجال ونخلطوهم كامل.
بعد ما نقينا هذاك الدنجال مع الفلفل وقطعناهم، زدتهم على هذيك لاصوص ونبداو نخلطوهم باه تدخل هذيك لاصوص في البنه تاع الدنجال. نخلطوهم مليح ونغطو عليهم ونخليهم يكملوا طياب. بعد ما طابت الشكشوكه تاعنا حطيتها في طبسي وراح نسقيها بشويه زيت زيتون، كاين اللي يحب يديرو كاين اللي ما يحبش يديرو، ولكن من الافضل ان نديرو شويه زيت زيتون، راح يجي بنتو ما حش تبان كامل، و اون بليس زيت زيتون صحي. وهذه الشكشوكه راح تجي روعه، اون ديغي با راكي دايره فيها دنجال. وانا يا عندي هنايا بيض وزيت وزيتون، راح نزين بهم البلا تاعي. وفي الاخير راح نزيد عليهم شويه زيت زيتون. هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. عندنا درنا تشكتوكه وزدت معاها شويه حميص، قدمتها معاها. وفي الاخير نقول لكم ابوني وجيم وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.